الكريمة التي بنت العلم في هذه البلاد وبنت الفتوى وتأسس عليها الفضل، وكان من ثمراتها ما ترون من نهضة عظيمة قوية كبيرة في الحرمين الشريفين، نهضة علمية كبيرة جليلة، سر كبير ومدد عظيم. أنت العلماء الكبار الأجلاء الأعلام الذين تفاخر بهم الحرمين الشريفين ببركة السادة وببركة مددهم وببركة سرهم وببركة خيراتهم وبركاتهم، فهم لأبنائهم ولأولادهم ولذرياتهم ولمن سار على نهجهم لا شك أنهم أحرص وأحفظ وأرعى وأوعى، ويمدونهم بشيء كثير والخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الإنسان يصل حبله بحبلهم ويقف على بابهم ويسلك مسلكهم، ثم بعد ذلك إذا أقام الصورة تأتي له المعاني وتأتي له الحقائق وتأتي له الفضائل وتأتي له الخيرات وتأتي له البركات بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي أقام هذا المجلس وهذه الراحة المباركة بوجود هؤلاء السادة الكرام، أخونا حبيب الله وأخوه الكرام وأبوه الحبيب حسين بن عمر من أعز أحباب والد السيد علي المهدي، كان الوالد رحمه الله عليه يحبه محبة عظيمة وبينهم صلة كبيرة، كان يروح إلى مكتبة الثقافة وأنا معه أمشي معه ويقول لي يعني لأجل الظاهر هو يشتري جريدة أو كتاب أو دفتر، فأنا أقول له يكفيك يكفيك عن هذا. يقول يا ولدي أنا بدي أشوف حبيبي محسن، بدي أقابل محسن، ويدخل إلى المكتبة ويجلس ويشرب الشاي عنده ويجلس معه ويجي صالح جمال، وهذا أستاذ كبير وأديب عظيم حتى الأستاذ أحمد تعجب من هذا، يقول أنت إيش بينك وبين الأستاذ أحمد؟ سيكون بينكم شراكة بالتجارة ولا شراكة بالمكتبة ولا شيء؟ لا، ما بيننا إلا سر كبير، بيننا مشرب عظيم، بيننا مدد قوي، بيننا رابطة قلبية، رابطة روحية، رابطة نسبية طبعا، وبعد ذلك مشربية. الكلام في المشرب، وإذا النسب يجمع كثير من هنا ومن هنا، لكن الحمد لله المشرب واحد والخير واحد والفضل واحد، والحمد لله أن تلك الثمرات المباركة وتلك الوصول العظيمة أخرجت وأنتجت الفضل الكبير بأمثال سيدنا الحبيب وأخينا وحبيبنا عمر ابن شيخنا الحبيب محمد سالم الحبيب وأخينا الحبيب السيد الجليل الفاضل الأديب الأستاذ عمر ابن شيخنا وسيدنا ولد وأجازني، تبركت به وأخذت عنه، وأنا من تلاميذه في الإجازة، وإن كان ما تشرفت بالقراءة لكن أنا من أبنائه وتلاميذه الحبيب حامد.